الاجتماعي التي شرعت فيها وزارة التربية الوطنية. زملائي أعضاء من كل واحد والوزير على الدعوة. اليوم نشرع في اللقاء مع النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، وهي نقابة نحترمها ونعرف مواقفها ونعرف كذلك صراحتها وموضوع طرحها، وننتظر الكثير منكم في هذا اللقاء. نحن مستعدون أيضا للعمل معكم ومع كل نقابات معتمدة لدى قطاع التربية الوطنية لحل وحلحلة كل القضايا التي تهم موظفي هذا القطاع الكبير الذي يتجاوز عدد منتسبيه 800,000 مستخدم.